وهذا آخر غسلته قبل 6 أو 7 سنوات من هذه المحاضرة، ولم أغسل بعده أحدا، ولا أظن أني سأغسل بعده أحدا مما رأيته. يتصلون علي، تعال إلى المغسل، أين المغسل يا ناس؟ قالوا لا يوجد إلا أنت، هل أتيت وغسلت؟ لا يوجد مغسل. فقلت لهم حسنا، دخلت برجل ممدد لا روح فيه، نظرت إليه إذ ببشرته حنطية، ليس بالأسود وليس حتى بالأسمر، إنما يميل إلى البيض والإصفرار من الموت، إلى لون الأصفر من أثر الموت. فقلت هل ساعدني أحد؟ قالوا لا يوجد ولا أحد. فجلست معه لوحدي، قلت لهم اتصلوا بفلان وفلان وفلان لعلهم أن يأتوا معه. وشرعته غسله، وما هي إلا دقائق، وإذ بالباب يطرق. ففتحت الباب، وإذ بأخ اسمه عبد الرحمن يدخل يريد أن يساعدني، فقال لي ما جنسية هذا الرجل؟ قلت ولماذا تسأل؟ قال أهو من جنوب أفريقيا. فاستغربت سؤاله، فنظرت إلى الرجل الذي كنت قبل دقيقة عنده، قبل دقيقة واحدة، إذ بوجهي قد تغير إلى الأسود، أسود من لحيتي، والله أني فزعت. فقلت لا إله إلا الله، فذهبت إليه، وإذ بوجهه فقط هو الأسود، وإذا بأخي عبد الرحمن يوحد الله ويقول لا إله إلا الله. أراد أن يخرج، قلت لا والله لا تخرج، أمكث. فأخذنا نغسله، خرجنا على الذي أتى به، أسألك بالله ماذا فعل هذا؟ أهو يصلي؟ سكت. قال أحسن الظن بأخيكم فأحسن الظن. فإذ بنا نغسله، واللون الأسود ينتشر، أسود 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 مربت، بل أسود مزرق، يتحول اللون فجأة وبسرعة غريبة. كنا نغسله ونحن نرتجف من الخوف، وأقول لا أبالغ ولا أزيد شيئا، ويا ليتها عند اللون الأسود فقط. أتينا لنحمله، وقبل أن نحمله من مكانه